يا حبيبي منور ابو فؤاد، سايق فيها السلطه اليوم فيها عرضه، زي اللي ماكل بلطه بالظاهر جلطه. اخ يما يا باخ يما راسي يما راسي، تقول صفيه من حر ما جرابها. اخ يا راسي يما، من كولت بخيت ومن كولت وفق راسين بالحلال عزيان كرون. ايه هو في حدا عقله في راسه بتجوز؟ كيف راسك هلا يا ماما؟ راسي هو راسي لسه قاعد انا يما. شدي شدي يا حبيبتي، شدي بلشي فتح وطار الوجع. شدي. لا لا، انت معك المفتاح الغلط، اقوم اجيب لك مفتاح العلب من المطبخ. تتخوتي وليه؟ يعني انت ما بتتخوتي وانت رابطه المفتاح زي النينجا تيرتلز وبتتوقعي راسك طيب؟ ايوه كراتي لها درسين بالطب جاي يتعلم علينا. ولد شدي شدي، ولد خلي وجع الراس يروح، ولد شدي ما بعد الشد الا الفرج. شدي. عن جد بتحكي؟ كبرت عزتي ولا بمزح معك؟ انا كدتش انا. تعرفي هذا المفتاح له استعمالات عديده، هذا بيفتح الباب، بيفتح العلب، بفتح الراس مشان يطير الوجع. ولد شدي. لا مش معقولين انتو، وبعدين مع هالبيت اللي مش معترف انه فيها دكتورة. كمرة عزك هالدكتورة كان، هم الدكاترة شو فاهمين بالجيزة والجواز، هذول حكال. الدور الباكي علينا، ما هو اللي بيتجوز مجنون، واللي بخطب له مجنون، واللي راسه بوجعه من خراريف الجيزة مجنون. اخ يما يا راسي اخ. هاي حطينا شوية زنجبيل وأعتقد إنه الخلطة هسا صارت تمام. إيش هذا يا محجاب؟ أنت غيرت المهنة؟ كبرت عزك يا مهسس، حجاب ولا كان تبعت هالخراريف، ولا كان خلطة لوجع الراس. بس ريحتها حلوة والله. أنا روحي عالم، أنا ما أروح يا ناس. ولك تروح إن شاء الله، وين بدك تروح؟ هو في مباريات بهالليل؟ لا يما، بس أموي منعني أروح مع جولي بكرة عيد الهالوين. عيد شو يما؟ عيد الهالوين، الهالوين، وقال شو؟ خايف أبطل أخلف. أبوك يبطل يخلف؟ وماله يبطل يخلف؟ ولسه بده يجيب لنا على البلد مثل هالنمر؟ لا قال إيش؟ قال إحنا مهاجرين بدناش جميلة الأمريكان. ولك شو دخل الأمريكان بالهالوين؟ يما الهالوين هذا يعتبر عيد الأمريكان الوطني، على اساس مخوفين العالم. انا نفسي اروح على السفاره الامريكيه اشوف كيف بيحتفلوا وبيخوفوا العالم. يا اخي بيلبسوا لبس بيخوف وما بيخافوا. انت ارتكبت جريمه بحق عائلتنا، واحد فينا يطلع عن مبادئنا، يطلع عن قيمنا. ولك تخلينيش اطلع عن طوري واذبحكم واحد واحد واكلبها هلوين. عن جد امشوا كلهم الان، امشوا وانا اطلع برا انت وياه. كبروا عزم راسي مش متحمل. عزه شو هالنهار الرعب هذا؟ كان بيسووا عيد للهلوين وبتشلفوا، يجوا عندي هان ويشوفوا الهلوين عن حق وحكيك. اجتني رسالة بخبروني فيها انهم وافقوا على طلبنا الهجرة. طلبنا؟ ليش احنا تقدمنا؟ انا قدمت عن الجميع ومشي الحال. والله قدمت عنا بدون ما تاخذ راينا؟ رايكم؟ فيش راي وانا موجود في الدار. طب الرأي الآخر؟ مش عندي رأي آخر، رأي وبس. قال رأي آخر، افهمي فهمي ولادك، ما بدي تطولوا وتقصروا بالحكي، بس تطلع الموافقة بتجهزوا حالكم نطلع، وكثر كلام ما بدي. فاهمين؟ فاهمين فاهمين، ولو إنا مش فاهمين. والله الزتون شثران هالأيام، أموت وأعرف وين راحت خلطتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أما إيش خلطي أمه؟ بتجنن بتجنن، فتحت الشهية على المطعم كله، قضيناها أكل بأكل. يما شو طابخة أنت اليوم؟ كبرت عزك، هسا الخلطة تبعتي أنت اللي ماخذها. الله كرمك إلهي. يما فكرتك تعمل عينات للتوزيع. والله عينات للتوزيع. كلي ولا كيف طعمها؟ عن جد بتفتح الشهية؟ يما بالله عليك اعملي لنا هيك ثلاث أربع خلطات للمطعم. ناقص أنا، مش الكل أنت والمطعم تبعك. اسمع ولا، أنا بدي أسوي خلطة جديدة وإياك تمد إيدك عليها. ماشي حاضر.
وهسه بدي اياك بشغله، بدي ابعثك مشوار. مشوار وين؟ لقيت مشروعي الجديد. برضو مش فاهم يابا، ايش بدك؟ اسمع يابا، بما انك من الجيل الصاعد والفايع بدي تعطيني هيك كم نصيحة. تحسس الواحد هيك، تحسس الواحد بشبابه هيك. بدك نصيحة قلت لي؟ كنت متوقع انكم تلفوا وترجعوا لي انا فريد. ولك مالك فردت حالك ونفشت ريشك؟ ولك احكي باحترام وابوك بحكي معك. فعلا جيل صايع بده ترباي من اول ابو جديد. يابا اسمع، بدي تعطيني هيك كم نصيحة عن اللمس والتشخيص، هيك كم نصيحة تفرفح القلب. لبس؟ يعني مظاهر خداعة جاي تسألني أنا عن اللبس والسخافات، عن القشور، عن المقومات اللي رفعت الرأسمالية، بس الشعوب تركت الجوهر واهتمت بالقشور. طب تمزح يابا، تمزح. ولكن هو قشور وينو بذور يا طبل؟ أصلاً ما حدا مجنون غيري اللي بطلب النصيحة من واحد مثلك لاحق على حس مخه الحكي الفاضي والكتب الفارطة. هذا شكل شاب بول عمره؟ طلع حالك بالمراي، هذا شكل شاب بول عمره؟ طلع، هذا شكل بني آدم؟ هذا شكل واحد بفهم؟ ميلت ميلك ميله بهالشحنة اللي مثل قاع الكيلة، ميله. قال راس مالية، وأنا عندي راس ولا مال حتى يكون في راس مالية؟ كل اللي طلبته منه شكفة بنطلون وبلوزة فايعات حتى لو من البالي. مليها قصة الزلم. هاي بابي. هاي بابي. شو روحتي من الجامعة بابي؟ لا لسه بالجامعة، بس بعت لك خيالي يقول لك إنه أنا هين على الطريق. بالله تخوثي؟ مالك زعلان؟ أخوك الخالص سألته هيك كم نصيحة في أمور شبابية، فتح لي إياها جبهة ورأس مالية وملوخية وحكي فاضي. حدا بيروح لفريد عشان أمور شبابية؟ هو لا يوصف من الشباب أصلاً. وين راحت أمر المدفعية فيروز؟ له يابا. يعني يابا بتقدري أنت يعني تفيديني وتخدميني؟ لأنه صحيح ما خفيش عليكي، يعني أنا زهقت هيك من شكلي ودقتي القديمة، بدي هيك فياعة هيك شغلة يعني تحسسني بشبابي. شوف انت يعني حليوة وهيك ويعني بس بدك شوية شغل من هون وهون وهون بترجع شو؟ وكالة. شغل وكالة؟ وانت يابا بتدرس طب ولا خراطة؟ تعرف انك حمستني؟ تعال نقوم على خزانتك نشوف يلا. ايش فيه، ما في نشتري لك اغراض جديدة؟ يلا الحقيني يا أمر المدفعية يلا. ايوة يا صفصف، يعيني عليك يا فؤاد. ايوة، وهي حضرنا الليمون المحوج وهسه بنديره على الزيتات. ايوه وبنخلط. يعني يا عيني الله يسامحك يا صفصف، ما لقيتيش غير خلطة الليمون، مشعب ضرسان من قرارات الحكومة. قومي انت تزيدي ضرسانه. بسم الله الرحمن الرحيم، مالي بحكي مع حالي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي صفية. هلا يا عمتي. هلا يا حبيبتي. شو بتساوي؟ بسوي خلطة جديدة، بتقدر تقولي خلطة سحرية. خارق خارق، بتكون للدهون والتراكمات وكبتين الشحم دواتشم عندي. يعني ديتوكس، يعني خلطة تنظيف. خلطة تنظيف؟ ماشي، خلطة تنظيف، خلطة تنحيف. ما الليمون يما بذوب الدهون أخرى، ولا مع الزيت. وانت بتقدر تستعمليها لأني شايفتك نصحاني عن يوم ما جيتي علينا كبتيل هان وهان وهان، هذه تسحكي مسحك. أنا صفية، أنا مش أم نقفات، أنا مش كلبوز. مش كلبوز؟ كبرت عزك والكبتيل اللي عجناب هذول تقول سنام جمل، ولا تشرشك هذا اللي قدامك مترين تقول مخلف سبع بطونة. لفي لفي اشوف، ولي لفي لفي.
كبرت عزة جولي ولا شمالك مخنزري. انت بدي الجزار يشفك مش خلطة تنظيف وتنحيف. يعني انا صفية انا ناصح؟ استني ولك كبرت عزة تسا الخطة ما جهزتش. ايه لسه بدها خالط وتبات تحت النجم ليلة كاملة بعدين تقدري تسفي منها قد ما بدك. كبرت عزة جولي متهورة عن جد؟ معقول؟ هاي للكب؟ ايش هاد بابا؟ كثير قدام اوعيك. الصراحة بابا اوعيك مش نافعة. انا بحكي نروح على المول نشتري لك سويترات جينزات. اوعيك قديمة ومش فايعة ومش كول. قديمة كول؟ اصلا الحق مش عليك، الحق على اللي بستشيرك وباخذ رايك. بعدين هيك قومتيني اياهم تقولي بسوق مالي ولا بسوق بالسير؟ اقول لك لا بدي استشارتك ولا ما يحزنون، وما عندي جديد وما بدي اجيب جديد، رجع الاواعي مثل ما كانوا وحلقي من وجهي. ميلي يلا يا صفيه، المثل بيقول الصبر مفتاح الفرج. محدش يذكرني بالمفتاح. يبا يما الله يما. اخ حطيت ولا ما حطيتش؟ والله ما انا صاحي. هات شوف. شو تحطي اخرى يا صفيه؟ ستي بكت تقول اليانسون بشيل الهم. يبقى بشيل الجرش. أيوه في هم أكثر من الجرش. آخ يبا يبي استنى. طيب استنى شوي شوي بس شوي شوي. فريد انت جيت يما؟ فريد مين انت؟ يا حرامي الحقوني. وينه وقف عندك. وقف اجمد اجمد. اطلبوا لي 911، اتصلوا لي بالشرطة خليهم يجي ياخذوا هالهامل. اتصلوا بالشرطة يا ما كيفنا نتصل بالشرطة على الواتساب نبعث لهم كل تليفوناتنا بدها تجديد اشتراك. بتفكر دخول الحمام مثل خروجه؟ انت دخلت الدار الغلط وبيت الرجل الغلط. هاتوا لي الزرادية. اوف يابا شو الزرادية؟ بدي اخليها ظافره مشان تتجرأ ثاني مرة تدخل داري. ولكن تعرف مين انا؟ ولك انا ابو فؤاد ذباحة. اسمع وش عرفك بالمراجل يا ردي الحيل؟ فؤاد سيدي غفو. ولا تعرف ولا بنسيك حليب امك. انو دازك علي؟ قديش دفعوا لك مشان تدوس على بيتي وتحلم علي؟ قول اعترف. خلص يا ابن الناس خلص خلص كبرت عزك. خف عن الزلمه شويه، مش شايف وجه اصفر؟ بلاش يفرط بين ايديك متلكي ملزه على السركه الا الحاجه. الله كرمك ملكتش غير دارنا تسرقها. ولا ليش تسرق من أساسه؟ ما تروح تشتغل، روح سلك بلالية ولا تسرق. هي الشرطة إمتى جاية؟ جعان؟ طيب هسا بصحرك قبل ما تيجي الشرطة تكرمك كرم. يما اعملي حسابي. انت عارف قديش فوتك بيت ابو فؤاد دواس الظلمه؟ قديش حكمها وقديش بتكلفك؟ مش عارف. لو تعرف كان ما فوتت هالفوته. اعترف. خذ انطي ولا خذ الدرده. هاي سنويشه لبن وزعتر، فيش عندنا غير الفضار. تشيل
كوي جسمك مشان تعرف تحكي بالتحكيك، لأنه التحكيك عند الشرطة غير التحكيك عند عمك أبو فؤاد. شايفين يا أولاد؟ شايفين أخرة الهمل والساقطين وكللين الخواص؟ يا الله خلص يا عم، أنا تعبت وبدي أفوت أنام. احشوا مع الشرطة وخلصونا. يوم أنا بقول بلا منها الشرطة، أنا بدي أسمه بدن مرتب زي فراق الوالدين عشان يتعلم المرة الجاية كيف يفوت دارنا. شو ما بيها ظلم؟ كفو يابا كفو، أنا بثبت لك إياه وإنت بتلهده بالقنوة على راسه. عزو يا نكرود، أضل بردوا على بعض. إنتوا صدقتوا حالكم؟ بتشم تذبحوا الزلمة مشان تبلونا بجريمة؟ ولويش يفوت على دارنا؟ هو كل طير بتاكل لحمه لازم يتربى. امسكوا يابا خلناه بده هبد. استنوا استنوا، يا سلام إجتوا الله جابها. ماما بليز خلي لي إياه. خبرت عز شو اللي خلي لك إياه؟ وشو اللي الله جابها؟ يما يلا قول برافو. هلا شهيق زفير. كبرت عزك مين شفيق وزهير؟ اسعل على فكره انت جدا مش متعاون، ممكن بليز تمددوا لي اياه على الطاوله عشان اعرف اشرحه قصدي افحصه. كبرت عزك الله كرمك انت الثاني، انت هطيلي ما لكتش غير دار هالمجانين تيجي تسرقها. هذاك الدب فؤاد كان ليش بده يذبحه ويلبسنا جريمه، وهذه المكرك دي بدها تشرحه مشان تلبسنا جريمه تجاره اعضاء. ماما انت اكتر وحده عارفه قديش انا كنت بحاجه لشخص اتدرب عليه، وانتو ما رضيتوا تجيبوا لي مجسم بشري، ايش اعمل؟ بديتش مجسم بشري؟ هاتي لأمك. يعني خلاص يا أمك قررتي تشرحي؟ بالضبط، إذا مات بين إيديكم ممتاز. كبرت عزة بنتي سفاحة. لا زودتوها زودتوها كثير انتو على فكرة، هسا بدكم تفكوا وتطلقوا صراحه ولا بشاطين تتشاطروا على الطبقة المقطعة. أنا هسا بورجيك مين هون مقطع. سابك راح يكون عسير. شايف البردش على شلامهله شو بيصير فيه؟ سمعت الحكي يا غبي؟ ولكن طم يا دب، أنا مش قصد أخوك، أنا قصدي الحرامي. الواحد لازم يجاهد وثابر. شايف اللي قدامك هذه؟ من الصبح واقفة عجري بالمطبخ وأنا حضر خلطات مشان أبيعها مشان نقدر نعيش. عزيزي نكرود، هو هذا وقتك أنت الثاني. ألو؟ يا أخوي أنا فؤاد بشحمها ولحمها. مواد؟ أنا طلبت مواد. تأخرتوا علي يا أخوي. أنا يا أخوي أنا عندي طلبيات بدي أسويهن، أنا بدي أكون أشتغل. إمتى؟ على الموعد. خلص توكلنا على رب العالمين. تسلم يا أخوي، مع السلامة. الله معك الله معك. مالشي خير؟ ليش بتمحلكوا فيي؟ ولا شي، بس يعني طلباتك صارت أهم من المصيبة اللي احنا فيها. هذا بزنس والبزنس إز بزنس، أنا بزنس مان. يما أبوي قصده ليش ما خليتي اللي طلبتي منه يتصل على الشرطة؟ ها؟ شايف البردش على كلامه له شو بيصير فيه؟ هالمرة قصدي فريد أنا النرد. بسم الله جولي نقصتيني، مش ناقصتك. ليه هيك لابسة؟ نسيتي انه اليوم هالوين. What's happening؟ انسى هالوين والرعب كله عنا بالمطبخ. ايش فيه؟ مسكنا حرامي. والله كل جماعة حقوق الانسان ما فلتوك من تحت ايدي. جرول ولك جرول ولك جرول ولك احكي ولك. ابوي ما راح يفلتك، انت فكر راح يفلتك ابوي؟ ابوي ما راح يفلتك على فكرة. ما تفتح ثمك ولا بجملة الا بوجود المحامي تاعك، او اقول لك اعترف اعترف وانا بشهد معك انك اعترفت تحت الضرب والتهديد. والله يا انه عنده قدره تحمل اخت شلن. اسمع بتنفع تكون مدرب لياقه انت. جرول خلص كبرت عزك. هربت من الزلمه. كبرت عزك حطيت فيه كتل بحملوش حمار. يما عزيان لو بدي كركر. كبرت عزك خلص يا عوان شبابه. كبر عزه والله حطفي. ولا يا عمي اللي بوشن العصيب زي اللي بعده. وينه الحرامي؟ وينه؟ أيوه هذا الحرامي؟ غضبك حرامي، هسا صار معتكل وأيوب ينفض أنفاسه الأخيرة. جوني؟ جوني؟
جوني؟ شو يعني؟ هذا ماي بيست فريند جاي من شيكاغو يزورني، نسيت اقول لك انه موعد طيارته اليوم. او ماي جاد ام سو سوري، فكوا جوني. جوني؟ لك شايلها صفية. يا حبيبي منور ابو فؤاد. سايق فيها السلطة اليوم فيها عرضة، وانا زي اللي ماكل بلطة، يا اخي جيب لي الشرطة. شو بدك تسوي هسه كل